كما شاهدنا في التقرير مشاهدين الأحبة، بذور من أجل المستقبل، هذا البرنامج العالمي الذي يأتي بشكل سنوي ما بين عمانتل وشركة هواوي دعما للشباب العماني في مجالات تقنية. التفاصيل أيضا نتعرف عليها من خلال أحد المشاركين في هذا البرنامج من النسخة الماضية، عبد الرحيم بن شيخان العبري. مساء الخير عبد الرحيم، ونرحب بك في برنامج من عمان. مساء النور أختي، أحسنت على الأسئلة. الله يخليك. نتعرف بداية، نعطي المشاهد نبذة عن هذا البرنامج العالمي. طبعا هو برنامج بذور المستقبل، من اسمه يركز على الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية من السنة الثانية فما فوق. يركز على طلاب هندسة الكمبيوتر في الوقت الحالي، وإن شاء الله في المستقبل يزيد في البرامج اللي عندهم. ممتاز. وهو يكون فترته تقريبا، يعني الجدول الزمني تبعه كان في السنة الماضية 5 أيام والحين 8 أيام، ولكن بسبب كورونا بعض الأشياء تعطلت. في السابق كانوا يرسلوا الطلاب للصين وليشاهدوا بنفسهم يعني تطورات في شركة هواوي بنفسها في التكنولوجيا الحالية. جميل. اليوم عبد الرحيم أنت أحد المشاركين، نحن نسعد أيضا عندما نستضيف أحد المشاركين للبرنامج حتى نلمس الأثر المستدام في هذا المشارك. كيف استفدت من برنامج بذور من أجل المستقبل؟ طبعا الفائدة علمية وعملية في نفس الوقت. في السابق كانت الفكرة بأن الطالب الجامعي لازم يركز على دراسته الجامعية فقط، بينما حاليا احتياجات سوق العمل واحتياجات الوقت الحالي بأن الطالب يكون عنده خبرة في المجالات الحالية. فالفائدة كانت في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية بشكل خاص. نعم، تجربتك في هذا البرنامج؟ والله كانت تجربة ممتازة جدا، ومثرية لبعض مثرية لما درسته في الكلية نفسها. بالنسبة للبرنامج بنفسه كان ممتع ومشوق، ما متخصص فقط في هذه الأشياء، أيضا يعرفك على الصين بنفسها، شركة هواوي وما تقوم به. أنت من الذين ذهبت إلى الصين؟ لا للأسف، كنت من دفعة سنة 2020 وكان ما في مجال. نعم، طبعا تماشيا مع الظروف الراهنة جراء كوفيد-19، نتحدث أيضا أبرز الموضوعات التي يتناولها هذا البرنامج. أهم المواضيع هو الاتصال اللاسلكي، وحاليا تقنية الجيل الخامس. طبعا عمان الحمد لله بدأت بتطبيق هذه التقنية من سنة 2019 بالتعاون مع شركة عمانتل. أيضا في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء، هذه تقنيات مهمة في العصر الحالي وأكثر شيء يركز عليها الشباب. يعني حتى اليوم حتى نفيد الشباب من خلال هذا المنبر، إيش أبرز الشروط اللي يجب أن تتوافر لدى المتقدم للاستفادة أيضا من برنامج بذور للمستقبل من أجل المستقبل؟ ليست هناك أي شروط تعجيزية، فقط أن يكون يعني طالب في تخصص الكمبيوتر أو الآي تي، وعنده طموح بأنه يطور من نفسه ويأخذ خبرة في هذا المجال. ذكرت في حديثك أنه مثل هذه البرامج والمسابقات اليوم العالمية دور كبير في صقل مهارات الشباب، خاصة في المراحل الجامعية الأولى. نتحدث بتفاصيل أكثر. أيضا نفس الشيء، يعني بالنسبة للمهارات تطويرها من البداية هو الأفضل كمجتمع. فحاليا في آخر 5 سنوات الحمد لله الحكومة بدأت في التركيز على طاقات الشباب وتطويرها، سواء عن طريق البرنامج الوطني لتطوير الشباب أو عن طريق هذه البرامج من الشركات الخاصة. طبعا الدعم الحمد لله دعم حكومي، وكان الافتتاح اليوم عن طريق وزارة الثقافة والشباب. نعم، حتى اليوم الشباب يحتاج أن يتسلح بالمواكبة المتغيرات، كما تعلم أن اليوم سوق العمل يختلف عن سوق عمل يمتد لأكثر من 10 سنوات، إذن المهارات أيضا متغيرة. مسابقات هل تثري هذا الجانب؟ نعم، تطور مهارات الطالب بشكل امتيازي صراحة. هناك مقارنات بين الطلاب الذين لا يدخلون إلى هذه المجالات واللي يبقون فقط المقاعد الدراسة الجامعية. هناك أفضلية للطلاب اللي يأخذوا هذه البرامج، دائما هناك عندهم خبرة أكبر
وعلم أكبر بالسوق الحالي. جميل. اليوم أنت كأحد المشاركين عبد الرحيم، ما الذي يميز برنامج بذور من أجل المستقبل عن غيره من البرامج في السلطنة؟ يتميز بوجه الخصوص بأن سهل ويلمس الواقع الحالي، ونفس الشيء أنه بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا اللاسلكي اللي الحين جالسة تتطور. طبيعة المشاركة، يعني أقصد هل في دورات معينة، هل تخرجون بمشاريع إلى آخره، أم هي محاضرات تقدم من متحدثين عالميين في مجالات التقنية؟ هي محاضرات عن طريق البث الحي، ونفس الشيء هي تعلم ذاتي عن طريق منصة طورتها هواوي بنفسها. جميل. نعم. جميل. ماذا استفدت على المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي صراحة تطورت في مجالي، حيث كنت فقط في أشياء تقريبا قديمة لمدة 5 سنوات أو شيء كذا. أنت لسه طالب؟ نعم، تبقى لفصل واحد إن شاء الله. جميل، كل التوفيق لكم. شكرا على وجودك الليلة في البرنامج من عمان للحديث أيضا عن هذا البرنامج العالمي المهم. عبد الرحيم بن شيخان العبري، وهو أحد المشاركين في برنامج بذور من أجل المستقبل. شكرا جزيلا. شكرا. ونتواصل معكم أيها الأحبة في حلقة الغد، باعتبار أننا وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. نتمنى لكم إن شاء الله أسبوعا مليئا بالعمل والفرح والبهجة، وهي تمنيات المخرج إبراهيم السجالي. إلى اللقاء. Danny.